شو بيصير عند التقدم بالعمر؟ قدرتك على احتمال التحديات الخارجية وعلى التأقلم معها بتنخفض، بتصير أكثر عرضة للأمراض. ليش منكبر وكيف بتتم هالعملية بعد ما في فهم واضح للموضوع؟ كل شي منعرفه لحد هلأ إنه الشيخوخة ناتجة عن تضرر بالدي إن إيه أو الحمض النووي، بتمنع الجسم من تصليح أعطاله وبالتالي ببطل ينمى بشكل سليم.